عودة إلى أغاني الطفولة وزمانها هنا على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي. أعادت فرقة هستيريا تقديم أغاني سبيس تون الشهيرة. الفرقة قدمت عروضا مسرحية باسم هستيريا تون من خلال طريقة خاصة بهم لإمتاع الأجيال التي لطالما ارتبطت بتلك الأغاني. احنا بنعمل بروجكتس كتيرة، دي هستيريا تون اللي هي بتعيد أمجاد سبيس تون. الهدف منها ان احنا بنرتقي بالذوق العام بتاع ايام جيلنا بقى، الاغاني اللي اتربينا عليها اللي بتتكلم عن الوفاء وعن الصداقه وعن الشجاعه وعن الامومه وعن الوطنيه. بالنسبه لنا احنا سبيس تون او قناه اغاني سبيس تون كنا احنا بنسمعها واحنا اطفال في جيل الاطفال، فدلوقتي الجيل ده كله وصل لمرحله الشباب. هدفنا كل الشباب الموجودة دلوقتي والأطفال اللي ما زالت بتتفرج على سبيس تون لحد دلوقتي. استعادت الذكريات لم تكن فقط هدف هستيريا تون، لكن الفرقة رأت في العروض ارتباطا بقيم وتعاليم يحتاج الشباب إلى أن يتذكروها. هستيريا تون بيقول للناس القيم اللي احنا نسيناها واحنا صغيرين، احنا اتعلمنا واحنا صغيرين، وكل ما بنكبر القيم دي عماله تقل في مجتمعنا، عايزين نرجع القيم دي تاني. هستيريا تون بتقدم اغاني سبيس تون لكن بطبعها هي بطبع هستيريا المجنون الجميل اللي كل الناس بتحبه. امتلأت قاعة الحفل بالشباب والفئات العمرية المختلفة، وظهر التفاعل جليا خلال الحفل مع العروض المختلفة، ما عكس ارتباط الشباب بتلك العروض حتى الآن. دي أحلى حفلة تقريبا بتتعمل في ساقية الصاوي، أنا تقريبا بحضرها من أول حفلة جت، بحبها قوي، لو كل الأغاني والجو كان حلو قوي. باجي من أول هستيريا ما اتعملت، من أول حفلة كنت دايما بحس إن أنا طفل صغير قاعد قدام التلفزيون. وتأسست فرقة هستيريا عام 2014 من مجموعة من طلبة كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، ومنذ تأسيسها عرفت الفرقة بتبنيها مشروع إعادة إحياء أفضل روائع سبيس تون وأغنيات ديزني بالعربي وفن المونولوج. وتعتمد هستيريا في حفلاتها على الأداء الجماعي للكورال، وتضم الفرقة أكثر من 25 فردا ما بين مغنيين وعازفين. محمد الحمراوي، الغد، القاهرة.